مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم اطفال ولكن. طبعا كلنا عارفين ان في مصر دلوقتي بنحتفل في الفتره من 20 ل 25 نوفمبر باعياد الطفوله. واحنا الفتره اللي جايه وخلال الفتره دي هنقدم لكم مجموعه متنوعه جدا من المواهب والفقرات المتنوعه. بس واحنا بنحتفل بعيد الطفل لازم نبص للاطفال اللي بتعاني في حياتهم. زي الخبر اللي جاي ده، خبر انتشر جدا في الفتره الاخيره على السوشيال ميديا. خبر لما سمعناه حزننا كلنا. حزننا لان احنا دلوقتي بقينا نعاني من جفاء الاب والام مش المجتمع الخارجي. بقينا نعاني مش بس ان الظلم واقع على حد من الشارع ممكن يظلم ابني او حد في المدرسه ممكن يقهر ابني، ده اللي بيقهر ولادنا دلوقتي ابوهم وامهم. الخبر ده زي ما حضراتكم عرفتوا هو خبر محزن جدا، يمكن كلنا تابعنا تفاصيله الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا. تم ايداع طفلين شادي ويزن اولاد مطرب شعبي، مطرب افراح باحدى دور الرعايه بطنطا، وده بعد قيام الاب والام بتركهم لاكثر من 4 ايام على سلم المنزل، ورفض كل منهم ان هم يستلموا الاطفال. وفي النهايه واحده من الجيران قامت برعايتهم، وده بعد تردي حالتهم الصحيه. الاطفال دلوقتي اصبحوا في رعايه وزاره التضامن الاجتماعي اللي وضعتهم باحدى دور الرعايه وبتتولى رعايتهم. الخبر ده بجد من الاخبار اللي توجع القلب جدا، لان الصور اللي هتنزل قدام حضراتكم طفلين اعمارهم لسه في بدايه حياتهم، ممكن نقول طفل عنده 2 أو 3 وطفل تاني 4 أو 5، الاثنين 4 ايام على السلم، على السلم والدبان على وشهم وزي ما حضراتكم شفتوا. وعلى فكره كل الجيران بتقول ان دي مش اول مره الموضوع ده يحصل، الموضوع ده حصل كتير قبل كده، وكانت الام بتروح ترميهم عند بيت جدتهم والاب ياخدها يرميهم تاني عندها وهكذا، لحد ما ربنا كان احن عليهم وخدتهم دار رعايه بطنطا. خلينا دلوقتي معانا على التليفون استاذ مصطفى عادل مراسل اليوم السابع بالغربيه واللي هنطمن منه على حاله شادي ويزن. يا استاذ مصطفى اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، يا ريت تطمني اول حاجه عايزين نبدا بيها حوارنا، يا ريت تطمني على شادي ويزن بعد ما وصلوا دار الرعايه. الطفلين يا فندم حالتهم كويسه جدا بعد ما تم نقلهم لدار الرعايه في مدينه طنطا بقرار من المحامي العام المستشار ياسين زغلول. حالتهم حتى حالتهم مستقره وبيتم تقديم الرعايه اللازمه لهم في اداره الرعايه. الطفلين يعني مصيرهم بسبب يعني تعنت وعند من ابوين، ويعني ما يتوصفوش الا يعني مهملين. ما بينهم خلافات من فتره كبيره، حتى الاب رفض ياخد الطفلين يربيهم عنده. الام نفس الامر رفضت برضه تاخد الطفلين تربيهم معاها في البيت، بحجه ان ما معاش فلوس او ان ابوهم ما بيصرفش عليها ولا بيزورها ولا بيديها فلوس خالص او بيدفع لها ثمن ايجار الشقه او الاكل والشرب للاطفال. الام اول من 4 ايام قامت وضعت الطفلين على سلم العماره وتركتهم وسابتهم ومشيت. تمام. جارتها شافت الطفلين على السلم في حاله يعني حاله صعبه. خدتهم عندها في البيت بالظبط، خدت الطفلين ويعني وهدأت من روعهم ويعني قدمت لهم الرعايه اللازمه وتوجهت راحت بيهم للاسم تاني طنطا. كفى يعني فالاسم تم وقام الاسم بتحويلها الى نيابه اول طنطا نظرا لانها تتبع نيابه اول طنطا. قامت يعني النيابه فتحت تحقيق في الموضوع. طب حضرتك يا استاذ مصطفى حد تواصل مع الام ولا الام فين دلوقتي؟ الام يا فندم لحد دلوقتي ما حدش عارف هي فين بالظبط، يعني سابت البيت سابت الشقه واطفالها مختفيه اختفاء تام وما حدش يعرف عنها اي حاجه. يعني حتى والدها يعني احنا زرناه وقال صراحه كده انا بريء من بنتي، يا رب تموت او تروح في مصيبه انا ماليش علاقه بيها. لاني رفضت انها تتجوز من الراجل ده لانه سيء السمعه في المنطقه هو واخواته واسرته برضه قال برضه لما كلمناه قال ان اخواته تجار مخدرات واخوه الثالث متهم في قضيه قتل واسرته يعني اسرته سمعتها سيئه في المنطقه. وهو بقى الاب نفسه فين برضه؟ ما حدش تواصل معاه؟ ابوهم يعيش في اسكندريه مع زوجته الرابعه. يعني ابوهم متجوز اكتر من سيده، يعني متعود ان هو يتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق ومخلف كذا عيل من زوجاته.
وسايب اطفاله واولاده وعايش حياته يعني بعيد عنه. طب يا استاذ مصطفى، يا ريت تقولي ايه الاجراءات اللي ممكن تؤخذ ضد الاب والام دول؟ حاليا حتى الان يا فندم اللي لحد دلوقتي النيابه قررت ايداع التفنن ان هي ان هو الطفلين يتم ايداعهم في احدى دور الرعايه للاهتمام بيهم، وايه ان هو يتقدم لهم رعايه طبيه لحين حضور الاب والام لاستلامهم واخذ يعني ويتخذ عليهم التعهد اللازم بالحفاظ عليهم وتقديم الرعايه الطبيه للطفلين. حتى الان لحد دلوقتي الام مختفيه تام اختفاء تام، محدش عارف هي فين بالظبط، اللي راحت لبيت ابوها او قاعده في البيت عندها. ابوها ما يعرفش عنها حاجه، بقاله اكتر من 6 سنين او 7 سنين متبرئ منها تماما، واخواتها برضه متبرئين منها تماما، محدش بيسال عنها ولا هي ولا وابوها برضه نفس الامر مانع نفسه خلينا يعني نقول عنها. اسم الام، اسم الام ايه يا فندم؟ سهى السيد عيد السيد، واسم الاب؟ اسم الاب شادي الامير، هو تمام. اصلا شايل العلم شادي شاب فلسطيني الجنسيه مش مصري، وسبق الحكم عليه في بالسجن 3 سنين في قضايا نصب اموال عامه، وقضى فتره العقوبه في سجن وادي النطرون، وعليه سنه مراقبه في القضيه دي. يعني هو الأب أصلا عايزين نقول إنه سيء السمعة من البداية، ودي كانت نتيجة طبيعية للي احنا بنسمعه. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى لأنك طمنتنا على شادي ويزن، وهنفضل طبعا متابعين مع حضراتكم لحد ما نعرف شادي ويزن هيجي حد يستلمهم ولا هتبقى دار الرعاية أحن عليهم من أبوهم وأمهم. أنا والله وأنا بقول لكم الأخبار دي ببقى يعني في منتهى الحزن، لأني ما كنتش أتوقع إن توصل إن الأب والأم ينتزع من قلبهم الرحمة، لكن إحنا فعلا في آخر الزمن. خلينا دلوقتي نروح للخبر التاني. قررت طهطة التعليمية بمحافظة سوهاج قرار باستبعاد مدرس بقطاع رابع شطورة عقب قيامه بضرب طفل بالمرحلة الابتدائية صفعا على الوجه، وده نتج عنه إصابة زي ما انتم هتشوفوا الصور دلوقتي. حضراتكم الصور هتنزل قدامكم وهتشوفوا قد ايه ان المدرس ده بلا رحمة ضرب الطفل بالقلم، وكانت النتيجة العلامات اللي ظهرت على وش الطفل اللي حضراتكم شايفين صوره. وجه القرار احترازيا بحد ان هي لازم يتحقق رسمي مع المدرس، والحمد لله تم فصل المدرس. وخلينا دلوقتي معانا محمود مقبول، استاذ محمود مقبول مراسل مدير مكتب اليوم السابع بسوهاج، خلينا نعرف منه ايه اللي حصل. يا استاذ محمود اهلا بحضرتك. استاذ محمود مع حضرتك يا فندم. اهلا بيك. طبعا في البدايه عايزه اعرف حضرتك ايه الاجراءات اللي اتخذت ضد المدرس اللي ضرب الولد بالقلم؟ هي مديريه التربيه والتعليم فور شكوى ولي الامر عن واقعه تعدي المدرس على التلميذ، اخذت كل الاجراءات القانونيه حيال هذا الامر. بدات اداره الطاقه التعليميه باحاله الامر للشؤون القانونيه، واصدرت قرارا احترازيا باستبعاد المدرس من المدرسه لحين انتهاء التحقيقات، وكان استبعاده لابعد نقطه موجوده في اداره طهطه التعليميه في غرب طهطه. الان تجري التحقيقات مع المدرس بمعرفه الشؤون القانونيه لاتخاذ ما يلزم من اجراءات طبقا لمواد القانون التي تنظم العمليه التعليميه داخل وزاره التربيه والتعليم. يعني استاذ محمود هو تم استبعاد المدرس ولا فصله؟ استبعاده يعني نقله من مكان لمكان اخر؟ نقله من مدرسته الى ابعد نقطه موجوده وهي الشيخ مسعود في غرب طهطا، يعتبر منطقه نائيه في الجبل الغربي بعيدا عن المدرسه التي هو اصلا على قوتها في الاساس لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الاجراءات. ده الاجراء اللي بتاخده مديريه التربيه والتعليم في البدايه واداره الطهطا التعليميه، وبعدها بيتم التحقيق وهنا يصدر القرار بالعقاب طبقا لنصوص القانون. تمام يا فندم. طب حضرتك يا ريت تقولي برضو الطفل حد تواصل معاه؟ تم التواصل مع الطفل بالفعل، مدير اداره الطاقه التعليميه علمت ان اللجنه ذهبت الى المدرسه، ومدير الاداره نفسه راح المدرسه الاستاذ خالد يوسف مدير اداره الطاقه التعليميه ذهب الى المدرسه، لان كان هناك ما يقال او يؤكده ولي الامر ويؤكده الاهالي ان الطفل مش عايز يروح المدرسه، حاسس بخجل من زملائه بعد التعدي عليه. واظن الازمه دي تم تخطيها والطفل عاد ثاني مره اخرى المدرسه. المديريه تحركت، الاداره تحركت، ولي الامر لم يترك مكان الا وتقدم به بشكاوى
للحصول على حق ابنه، ده هذا حقه. هون من خلال منبر سعادتك نحن نطالب بأن تكون الفصول الأولى، أولى وثانية وثالثة ابتدائي، يكون المدرسين فيهم سيدات، السيدة أقرب للطفل من المعلم، السيدة لديها سعة صدر أكثر من المدرس في التعامل مع الأطفال. فياريت دي رسالة بنوجهها أن يكون المعلمين في الصفوف الأولى دائما سيدات، أولى وثانية دول يكونوا سيدات لما لديهم من طبعا طلب مهم جدا، لأن حضرتك ممكن تكون بتقول أن السيدات بيكونوا أكثر رحمة من الرجال. فأنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود مقبل، وخليني دلوقتي أستقبل في التليفون أستاذ صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، واللي هنطمن منه على شادي ويزن وكمان على حالة الطفل بتاعت سوهاج. يا أستاذ صبري مساء النور يا فندم. مساء النور، يا ريت حضرتك في البداية تطمني على شادي ويزن وتقولي ايه الاجراءات اللي ممكن تؤخذ ضد الام والاب. طيب الاول الطفلين الحمد لله تمام، احنا النهارده وقعنا عليهم الكشف الطبي الصبح، ويزن التقرير الاولي بانه سليم ما فيهوش حاجه. خدناهم ان شاء الله وحطيناهم في احدى دور الرعايه المتخصصه منافسه وافضل اكيد الام والاب، والحل اللي كانوا فيها النيابه النهارده اصدرت امر ضبط احضار الاب والام، وفعلا اتقبض على الام وهي حاليا في النيابه بيتم التحقيق معاها. يعني تم الوصول للام لان هي كانت متغيبه، تم الوصول ليها. تم القبض عليها النهارده، واحنا سياده الامين العام للمجلس القومي الدكتوره للطفوله والامومه الدكتوره عزه العشماوي كانت تقدم بلاغ لمعالي النائب العام التوجيه تهمة تعريض الاطفال للخطر ضد الام. طبقا الماده 96 من قانون العقوبات والماده 285 ماده 96 من قانون الطفل والماده 285 من قانون العقوبات. واحنا الامر الان في محل تحقيقات في النيابه العامه، والطفلين في الرعايه وفي الرعايه الاجتماعيه بتلقوا الرعايه الكامله، وان شاء الله يكونوا حالهم افضل بكثير مما كانوا عليه. اكيد يا فندم هيبقى حالهم افضل طالما هم مع اب وام غير امنين ان هم يكونوا فعلا تحت رعايتهم. وعايز اقول لحضرتك ممكن لو الاب والام برضو رفضوا ان هم يستلموا الاطفال هيفضلوا في دار الرعايه طول الوقت؟ طيب هو خلينا نقول ان احنا دايما طبقا للاتفاقيات الدوليه وقانون الطفل وتوجيهات النيابه العامه في هذا الشان ان دور الرعايه او اذا تفتح دور الرعايه بيبقى منازل الاخير، لكن في الحاله اللي احنا فيها احنا وضع الام اللي سابت اطفالها والاب اللي ساب الاطفال بالشكل ده، وخصوصا انه مش معترف بالطفل الاولاني، هو الطفل الصغير يزن 3 شهور قال انه مش ابنه وما يعرفش عنه حاجه وانهم منفصلين بالطلاق من اكثر من سنه، وبالتالي الولد ده مش مفهوش، وان الولد فعلا ملوش شهاده ميلاد حتى هذه الطفل. الطفل عنده 3 سنين ملوش شهاده ميلاد حتى الان. 3 شهور. 3 شهور يزن. 3 شهور. وبالتالي وجود الاطفال مع الاب والام في الحاله دي مش في امان، بالعكس هم في خطر. ف زملائنا في لجنه الحمايه في الغربيه واحدى جمعيات شريكه مع خط نجد الطفل في محافظه الغربيه في طنطا تحديدا جمعيه رساله، شايفين حتى الان ان مفيش اسره ممتده ولا شخص موثوق او مؤتمن فيه نسلم الاطفال دي يتولى رعايته، فالحل كان الافضل ان احنا نحطهم في دار الرعايه. فاحنا تم دعم احدى دور الرعايه ليتولوا يعني تقديم الرعايه المناسبه ليهم لحين ما نشوف اذا كان في شخص مناسب فعلا ظهر او لا، لكن حتى هذه اللحظه ما عندناش الشخص المناسب لا الاب ولا الام طبعا ولا حد من عائله الطرفين مناسب للاطفال حتى هذه اللحظه. يعني احنا عايزين نطمن ونطمن المشاهدين ان في حاله عدم العثور على حد فعلا عنده رحمه بالاطفال دي هيفضلوا في دار الرعايه. مظبوط؟ هيفضلوا في دار الرعايه وقد يستمروا ودعمهم في دار الرعايه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ صبري عثمان، انا بشكرك ويا ريت نفضل متابعين مع حضرتك عشان نطمن اكتر على شادي ويزن. يعني انا ما بلاقيش كلام اقوله بجد، يعني للاسف للاسف احنا وصلنا لفتره صعبه جدا والازمات حقيقيه لما نلاقي اب وام رافضين ان هم يراعوا اولادهم. مش قد الخلفه ما تخلفوش، مش قد الخلفه ما تخلفوش، دايما بطلع اقولها كفايه حرام عليكم اطفال ما لهمش اي ذنب غير ان هم بيبقوا الاب وام ما عندهمش رحمه ولا ضمير. خلينا دلوقتي نروح لخبر ثالث وهو خبر مفرح شويه. كرم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الطفل محمد احمد على وهو اول طفل مصري من ذوي الاحتياجات الخاصه متلازمه داون، لانه نجح انه يصعد قمه جبل موسى بسانت كاترين وهي اعلى قمه جبليه في مصر. طبعا كلنا فخورين بالانجاز ده جدا ونتمنى نشوفه كتير. خلينا دلوقتي كمان بعد ما سمعناكم الخبر ده نروح لفقراتنا النهارده. فقراتنا النهارده هتكون مختلفه جدا لان منها بنقول ان اطفالنا يستحقوا فعلا الفرحه، كمان احنا عملناها عشان اعياد الطفوله اللي هنفضل نحتفل بيها مع حضراتكم خلال الشهر ده.
خلينا اقول لكم ان احنا رحنا مكان حلو جدا. المكان ده هو مرسم، مرسم بيقدم الاطفال بشكل مختلف، بينمي مواهبهم جدا وبيساعدهم يكونوا فعلا فنانين حقيقيين. عايز اقول لكم ان المكان ده شفت فيه مواهب مختلفه وحضراتكم هتشوفوا، رحت بنفسي وشفت قد ايه الاطفال مختلفين لان اهتم بموهبتهم منذ الصغر. وكمان عندنا فقره مختلفه وهي مسابقات، مسابقات من داخل مدرسه عشان نشوف الاطفال لما بنهتم بيهم في الجانب الرياضي بيكونوا عاملين ازاي. حلقتنا النهارده مختلفه، محدش يروح في اي حته. يمكن اخبارنا في الاول كانت حزينه شويه، لكن احنا لازم نسلط الضوء على الظواهر السلبيه ونقول ان لسه في خير ولسه في ضمير. عايزين كمان نقول على منصات الاعلام والسوشيال ميديا بقى لهم دور كبير جدا في الكشف عن اي حد ما عندوش ضمير. كفايه ان اي حد بيشوف طفل بيتعرض لاذى بقى بصوره على السوشيال ميديا، ممكن حق الطفل ده يرجع. عشان كده استمروا، خليكم ايجابيين، استخدموا السوشيال ميديا في الحاجات الايجابيه اللي تقدر تنقذ اطفال اكتر. حلقتنا مكمله، ما حدش يروح في اي حد. النهارده قررنا معاكم ان احنا نعمل لكم حاجة مختلفة، نقدم لكم حاجة مختلفة، حاجة تفيدكم وتفيد ولادكم. النهاردة هنتكلم عن الفن التشكيلي والرسم، وقد ايه الموهبة دي ممكن تأثر في جيل كامل. ممكن طفل فعلا يبقى فنان حقيقي من وهو صغير، وزي دايما ما بنقول مفيش فنان بيطلع منه حاجة وحشة. عمرنا ما سمعنا عن فنان إرهابي، عمرنا ما سمعنا عن حد بيحب الموسيقى ممكن نسمع انه بيعمل فعل مخالف او ليه اي علاقة بشر. عشان كده النهاردة احنا جينا عشان نشوف قد ايه الفن بيأثر في الاطفال وقد ايه ليه دور اساسي جدا في كل حاجة حلوة. عشان كده خليني دلوقتي ارحب معاكم باستاذة دونزي الحسيني وهي فنانة تشكيلية. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. منوراني. ميرسي، ربنا يخليك. في البداية عايزة اقولك ان النهاردة يوم مختلف بالنسبة لي انا، لاني فعلا شفت حاجات حلوة. ندمت قوي من وانا صغيرة ان انا ما اتعلمتش الرسم. اهلا بيك. احنا ممكن نلحق من دلوقتي على خلاص بكرة. واحنا متفقين اول جيل كده باذن الله بينا ان انت هتعلميني. اهلا بيك. عايزين نتكلم عن الفكرة، البداية جات لك ازاي وايه اللي خلاكي تتجهي الاتجاه ده ويبقى هو ده الشغل بتاعك؟ هو الفكرة انا اصلا يعني ما كنتش بحب الاطفال خالص من الاول، يعني دي جديدة دي خالص. كنتش بحب اتعامل معاهم. وبعدين عملت ماجستير علشان كنت عايزة اطلع اسافر برا واشتغل برا واعيش برا انا وولادي وكده. وبعدين لما عملت الماجستير كان مطلوب مني ان انا اطبق الدراسه اللي انا عملتها دي على اطفال هنا في مصر. جميل. فجمعت جروب من ولاد صحابي على ولادي ومش عارفه ايه، وبدات اشتغل. لقيت شغل طالع حلو جدا. كبرت الجروب اكتر، لقيت الناس مهتمه بيهم قوي، وان ازاي عندنا اطفال تالنتد كده بس احنا مش اندر سبوت، مش عارفين ايه السبب يعني. مش متسلط عليهم الضوء. بعد كده فكرت اعمل لهم معرض كبير. كانت معايا عميده فنون جميله دكتوره صفية الاباني. هي اللي افتتحت لهم المعرض واهتمت بيهم، وبدات الاقي بقى فنانين كتير قوي ليهم اسم يعني تقال، بداوا يهتموا بالاطفال انه ازاي مطلعين المواهب دي والشغل ده. وبدانا بقى واتلغت فكره السفر تماما. ولقيتي ان في نجاح هنا حلو قوي، ولقيتهم عندهم امكانيات فظيعه. اشتغلنا عليها حاجات بسيطه طلعوا شغل يجنن حلو قوي. ومع الوقت بداوا يكبروا، بدات الناس تعرفهم، بدات الاكاديمي تكبر بيهم. طبعا هو انت من امتى يعني بداتي امتى؟ احنا بقالنا 6 سنين. 6 سنين. بقالنا 6 سنين وبنعمل بيهم معارض، بندخل طبعا عاصرتي سن اطفال مختلف يعني كلهم جميع الاعمار. ومش اعمار، هي شخصيات. بقى طبعا تعاملي مع شخصيات مختلفة تماما. زمانهم صعب وقتهم صعب، حتى شخصيتهم مش زينا احنا زمان. اطفال زمان لا، مختلفين تماما في كل حاجة، في طريقة التعليم وفي الفكر والتربية الحديثة المختلفة تماما. حقيقي. تماما عن كل حاجة. الاكتف ليرنينج عندنا مهم جدا. هو جاي عامل سيستم كده في دماغه، انا جاي just to have fun. لا احنا بنهاف فن وكل حاجة، بس لازم بس كمان هتتعلم. مش لازم تتعلم بقى، هما من نفسهم بقى. يبقى عندنا ايفنت، عندنا معرض، عندنا اي ايفنت دولي، احنا بنشارك في معارض دولية، بنشارك في مسابقات دولية. لسه بنوتة عندي كسبت المركز الثاني على مستوى العالم. المركز الاولاني كان من رومانيا،
المركز الثاني من عندنا هنا من مصر، والمركز الثالث كان من الصين، فاحنا خدنا المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقه البنالي الدولي. فكل ده طبعا كريدت ليهم وليا. طب خليني اسالك، اولا اسمك حلو قوي، وعايزين نعرف معنى دونزي. دونزي حاجه ملونه، حاجه ملونه. يعني من يوم ما اتولدتي ومكتوب عليكي المجال. اه مش كده؟ اه صح كده. طب قولي لي انت بخبرتك، حاسه ان الاطفال اتغيرت ايه، او انت بتلمسي التغيير في نفسيتهم ايه لما بيتعلموا الرسم ويبقى عندهم موهبه زي موهبه الرسم، وان هم يعبروا من خلال لوحه؟ بصي، هو مش الرسم بس، اي نوع من انواع الفن بيعلم الرقي طبعا. اي نوع من انواع الفن، الرسم طبعا بيخليهم اهدى، بيعلمهم صبر حقيقي. وانا مع الوقت بعمل زي مديتيشن سيشن كده، المديتيشن ده بيطلع شغل احلى واحلى واحلى. هم اطفال، يعني حاجه زي السبونج كده، تحطي وتشيلي فيها زي ما انت عايزه. حقيقي، حطيتي صح هتلاقي حاجات حلوه طالعه، حطيتي غلط هتلاقي حاجات مش لا حلوه. لا، وانا ملاحظه ما شاء الله في علاقه حب بينكم اكنكم عيله واحده. ايوه، هم يعني ولادي. اي طفل بيجي بيحضنك وبيبقى في بينكم علاقه حلوه جدا. هم ولادي، هم ولادي فعلا، يعني في كل حاجه، في كل حاجه. يعني احنا مش بس بييجوا يقعدوا معايا كام ساعه ويتعلموا رسم ويمشوا، لا احنا مع بعض اون واتساب على طول. حد فيهم متضايق، يا دونزي انا زعلان النهارده، انا باجي تعبانه، يا دونزي شكلك تعبان انت زعلانه. فعلا حاسين بيكي في علاقه ود. يلاقيه يعني ابقى تعبانه او حاجه تلاقيهم بيشتغلوا حلو قوي. بصي اتبسطتي النهارده عشان يبسطوا، عملنا شغل كده. فهم لا، الاطفال دول ممكن نقول ان ده جزء رئيسي من التعليم الجيد، ان يكون في علاقه ود، ان هم حاسين ان هم في بيتهم. في بيتهم بالظبط، بالظبط. هم قاعدين في بيتهم، حتى هم نفسهم بيحبوا يقعدوا على الارض. بيحبوا يقعدوا في اي حاجه، بيعملوا اي حاجه، ما عنديش مشكله، ارغي تنطط اعمل اللي انت عايزه طالما بتطلع شغل حلو وبتتعلم. حلو جدا. بتقبلوا الاعمار من كام لكام؟ من 6 ل 18 سنه. من 6 ل 18 سنه. اصغر من كده بيبقى صعب ان انا اتدخل في خيال الطفل قوي. بيبقى عايز يبقى ياخد راحته اكتر. 6 بقى لازم ابتدي احط بيزكس، يعني ما فيش حد هيعرف يكتب باراجراف من غير ما يعرف الليترز مثلا. طبعا. فلازم عشان يعرف يكرييت لوحه من الاول وجديد، لازم يبقى عارف الستبس بتاعت الرسم واساسيات الرسم. بعد كده هو بينطلق بقى. في طفل كنت متوقعه منه مثلا اداء معين لقيتي ان هو سابق سنه؟ او كتير حصلت معايا كتير. كتير. وفي طفل جه موهوب جدا بس ما حققش اي نتيجه، مش ما عرفتش اطلع منه شغل. يعني في ناس ممكن يبقى في الاول واخدين الموضوع كحب بس من بعيد، ويبقوا بعد كده في حته تانية خالص. لا، هو مش كحب، هو انا قالوا لي ان انا شاطر، انا بعرف ارسم، فانا عارف كل حاجه، انا بعرف ارسم، فده ما بيعرفش يشتغل. لكن في اللي بيبقى جاي حابب فعلا الالوان وما عندوش اصلا الموهبه، بيبقى احسن من اللي موهوب. ممكن نقول بيشرب المعلومات اكتر لا، حابب بيعمل حاجه هو بيحبها. بس عشان احنا برضو لكل الامهات اللي بتسمعنا كتير يسالوا، يعني لازم يكون ابني هو موهوب وانا اكتشف انه مسك ورقه وقلم وعمل رسمه كويسه قوي فابتدي اتوجه بيه؟ لا طبعا. ولا ممكن يكون عنده يا دوب ملامح وانا اللي ابتدي اتوجه؟ لا طبعا. وممكن ما يبقاش عنده اصلا اي نوع من انواع الموهبه اساسا ويتعلم احسن من اللي موهوب. يعني كل ام ممكن تخوض التجربه وتودي بالظبط. كل طفل فنان، كل طفل فنان. فنان في ايه بقى؟ في رسم، في اي نوع من انواع الفن هتلاقيه بيبان، يجرب كله واكيد شخصيته هتبان في حاجه حقيقي. ونبدا ده من 6 سنين. من 6 سنين. قبل كده بيبقى صعب ان احنا نتدخل في خيال الطفل زياده عن اللزوم، صعب. يعني ما ينفعش نلعب في دماغه قبل كده حقيقي. اه طب كلمينا عن اللوح. النهارده شايفين لوح ما شاء الله الفنانين من زمان ودلوقتي. اللوح الفكره بتجيلكوا ازاي، او امتى بتقرري احنا الفتره دي هنرسم اللوح يعني هنرسم ممثلين مثلا؟ احنا بيبقى عندنا معرض سنوي بندخله تحت رعايه وزاره الثقافه في دار الاوبرا. فالمعرض ده بنبتدي نحضر له طول السنه، حرفيا طول السنه. الفكره بتبتدي تظهر قبلها بحبه منهم برضو، مش مني، وبنبقى داخلين زي تحدي بيني وبينهم، انتوا مش هتعرفوا تعملوا ده، لا احنا هنعرف نرسم كده يعني. ف100 سنه اللوحات بتاعت البورتريهات الممثلين دي كان معرض 100 سنه سينما، المعرض الاخير بتاعنا ده كان تحدي بالنسبه لهم كبير جدا ان هم يرسموا بورتريه وممثلين. اي حد من الضيوف فنان او غير فنان يجي يشوفه يعرف ده ممثل مين. طبعا. وجايب الملامح. طبعا. وجايب التكنيك بتاع الماتيريال. في منهم جيل معاصرش ممثلين رسمين مش عارفينهم، ممثلين قدام جدا. انا كنت بجيب لهم صورهم وفيديوهات بتاعتهم يشوفوهم هم بيتكلموا، يحاول يلقط الكاركتر بتاعته في اللوحه.
فدي كانت صعبه جدا عليهم بس عملوها. انا كمان عرفت ان اطفال 8 سنين رسمين رسومات لممثلين وبتقنيه وبتفاصيل وش بالظبط. يعني احنا انا وانا بتفرج عرفت كل واحد من غير ما حد يقول لي. الفنانه رجاء الجداوي كانت معانا في المعرض ده ولما شافت لوحتها ما كانتش مصدقه, والفنان محمد فراج برده كان مبسوط جدا بلوحته وما كانش مصدق طبعًا انه الشبه اطفال جايبين الشكل والشبه ده كده. فكان تحدي بالنسبه لهم كبير وانا فخوره بيهم جدا طبعًا جدا جدا بسبب المعرض ده. يعني اقوى معرض عملوه, اقوى معرض عملوه. في حاجه جايه, في معارض, في مسابقات في طبعا فيها. في معارض وفي مسابقه البنالي اللي كسبنا فيها دي وفي مفاجاه كبيره جدا بس مش هقدر اقول عليها اي ديتيلز, ما اقدرش بس هي ان شاء الله قريب جدا باذن الله. وفي معرض تاني داخلينه في شهر مارس برضو هنا في مصر, الثيم بتاعه المفروض هنبتدي نحضر فيه ان شاء الله. احنا شغالين عليه اوريدي يعني, بس يا رب يطلع حاجه قويه يعني زي 100 سنه سنين. ان انا بشكل شخصي انا مبسوطه جدا اليوم النهارده فعلا فعلا نقل لي طاقه ايجابيه لاني شفت حاجات ما كنتش اتخيل ان اطفال عمرهم لا يتجاوز 8 و9 سنين عندهم الموهبه بالشكل ده وبالحرفيه دي. فانا بشكرك شكرا جزيلا ولسه مكملين معاكم اليوم وعايزه كمان اقعد مع الولاد بقى واسمعهم. ده هم حلوين, ده هم احلى حاجه فعلا طبعا. يعني انا نفسي لما بيجي هنا باخد منهم طاقه فظيعه زي ما انت شفتي كده, كلهم بيجوا من بره جري عينيهم بتلمع اكسايتد ان هم يبتدوا كده. وكمان انا عايزه النهارده اقعد معاهم عشان اشوف قد ايه الفن غير في سلوكهم. انا عايزه اشوف هم مختلفين عن بقيه الولاد اللي مش بيمارسوا هوايه. دلوقتي هم بيعلموا بعض ازاي يقعد وازاي يتكلم, الفنان بيتكلم ازاي, بيقعد ازاي, شكله عامل ازاي. في تعاون مشترك بينهم طول الوقت. الصحاب بقى هم طبعًا بيشوفوا بعض كتير ومع بعض بقوا. وعايزين كمان نقول انها بتبقى مده طويله, يعني دي عشره بجد. سنين في ولاد بقى لهم معايا 6 سنين من اول ما بدانا, في ولاد بقى لهم 5 سنين, في ولاد بقى لهم سنتين, حتى اللي لسه جداد برضو بيبقوا فاميلي. هي فاميلي كبيره لينا وليهم ولاولياء الامور برضو. يعني انا برضو من حظي ان انا معايا اولياء امور بالرقي ده بصراحه طبعًا. يعني طبعا مساعدني في كل حاجه, اي حاجه بنحب نعملها للولاد سبورتنج جدا لكل حاجه للولاد طبعا, فدي حاجه مهمه جدا. يعني هم ما شاء الله كمان فرحانين بالنتيجه اللي ولادهم وصلوا لها. دي حاجه مهمه, دي من اهم الحاجات. هم فعلا موضوع اولياء الامور ده ان الثقافه بتاعتهم حتى اختلفت مع الاطفال. لو طب احنا هنروح بيهم مثلا, هنطلع بيهم التجمع, هنروح بيهم 6 اكتوبر عندنا وركشوب معرفش فين, معاكي يا دونزي. فدي حاجة حلوة. هم واثقين فعلا فيكي لان لاقيين المردود على ولادهم, وده شيء مشرف جدا. الحمد لله. نورتيني يا استاذة دونزي, مبسوطة جدا اني كنت معاكي النهارده في يوم مختلف ويوم خاص من برنامج اطفال ولكن على شاشة المحور داخل المكان بتاعك او المعرض بتاعك. انا بجد مبسوطة, شكرا جزيلا. ميرسي يا حبيبتي, ميرسي ليكي. لسه مكملين مع حضراتكم, هروح للولاد ونستمتع بادائهم ونستمتع بتفاصيلهم المختلفة. هتشوفوا قد ايه فرق كل طفل عن اي طفل ممكن يكون عندك وانت مش مهتميه بيه وما بتحاوليش تنمي موهبته. النهارده احنا جايين عشان نقول لكم ان الطفل اللي بيتنمى موهبته من وهو صغير هيكون بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه. خليكم معانا. تعرف عليك اسمك ايه؟ اسمي انس. ازيك يا انس, عامل ايه؟ النهارده احنا جايين النهارده عشان نقضي معاكم يوم مختلف. شايفين لوحات حلوه جدا, وعرفنا ان كلكم كنتوا مشاركين ما شاء الله باللوحات دي وكمان بتشاركوا في مسابقات. كلمني بقى عن المكان هنا وامتى جيت وتعلمت ايه؟ انا هنا جيت من 2 سنين طبعا. لما اكتشفت يعني انا كنت هوايتي المفضله الرسم, فشاركت في معارض ويعني قعدت وقت طبعا قبل ما اخدت على الجو وكده, بس بقيت بعمل لوحات حلوه. شفت امتى اصلا ان انت موهوب في الرسم؟ مش وانا صغير قوي يعني, 5 سنين كده 4 سنين يعني. دايما كنت لما اكون زهقان مثلا او فاضي كنت برسم. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 12. يعني وانت عندك من 4 5 سنين اكتشفت موهبه؟ بقى تقول لباباك ومامتك انا بعرف ارسم وبحب الرسم؟ طبعا هما شجعوني قوي طبعا يعني, ما رفضوش. رحنا كورسات كتير قبل ما اجي طبعا دونزي, بس هنا قعدت كتير عشان حسيت ان هنا بيتي يعني, من الاخر بيتي يعني. انت بتتبسط هنا وليك اصحاب كتير؟
الحمد لله. خلال السنتين اللي انت فيهم هنا حاسس ان انت قبل ما جيت كنت يعني كانت موضوع هوايه بس لما تضاف ليها العلم اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان الرسم بس مش اللي هو ارسم قلم بس وكده، لا ان انت تبقى مور كرييتيف يعني، ومش بس بال يعني تحاول دايما اي حاجه تفكر فيها وانت قاعد ترسمها حتى لو صعبه جدا انت تعرف ترسم. يعني انت اي فكره بتيجي في دماغك بتعرف تحولها؟ اه. بتعرف تعبر عن طريق الورقه والقلم؟ يس ايوه. والالوان طبعا. طب ما تكلمني عن الورقه دي ايه بقى؟ ده مركب بحر يعني باك جراوند، ده طبعا المفروض اللي هيتقدم في المعرض اللي جاي. بس طبعا يعني كل معرض تقريبا احنا اللي بنقدم الافكار و تتقيم. كنت مشارك في معرض 100 سنة سينما، رسمت صورة الفنان؟ لا للأسف ما كنتش هناك، بس أنا كنت قبليها، بعد كده مشيت في المعرض ده وجيت بعديه. عليكي اسمك ايه؟ سميه. ازيك يا سميه؟ الحمد لله. جيتي هنا من كام سنه وعندك دلوقتي كام سنه؟ انا جيت من 5 سنين وعندي دلوقتي 14 سنه. ما شاء الله بقالي 5 سنين هنا. طب قولي لي بقى 5 سنين دول سنين كافيه قوي انه اكيد غيروا فيكي حاجات كتير عن ما ابتديتي تيجي صح؟ اه طبعا. اكتشفتي امتى ان انت موهوبه فعلا؟ هو مش انا اللي اكتشفت، بابايا ومامتي اكتشفوا الموهبه فخلوني ارسم كتير في البيت. لما شافوا ان انا بقيت بطلع حاجات حلوه قعدوا يدوروا على اماكن كويسه وما لقوش غير دونزي يعني، فجيت هنا. اختلف ايه الخمس سنين اثروا عليكي في ايه؟ حاسه ان انت اتغيرتي؟ هو انا الاول ما كنتش بتعامل مع الناس، كنت بخاف منهم، جيت هنا بقيت متشجعه جدا ان انا اتكلم مع الناس وما عنديش مشكله، ودونزي ادتني يعني بوزيتيف انرجي فظيعه وخليتني اتكلم مع الناس كلها ومش خايفه من حد واتكلم براحتي. يعني انا سألي ان هو بيعرف يعبر عن اي فكره جواه عن طريق الرسم، وانت بتقولي لي ان المكان ده خلاكي عندك طاقه ايجابيه اكتر وابتديتي تبقي مختلفه، حاسه اختلافك ايه عن بقيه زمايلك اللي ما عندهمش موهبه او ما اهتموش بموهبه؟ يمكن هما ما خدوش خبره كبيره، بس انا خدت خبره كبيره بقالي 5 سنين، ف ودونزي عملت معانا حاجات كثيره قوي، فيعني احنا بنشكرها جدا انها عملت معانا كل ده. كنت مشاركه في الصور الفنانين في 100 سنه سينما، صوره ايه اللي رسمت؟ رسمت محمود المليجي ورسمت فاتن حمامه. ما شاء الله. كان ايه بقى رد فعل الناس؟ كان كلهم مبهورين بمحمود المليجي جامد، يعني ان انا طلعته شبهه مع اني انا سمعت. اتفرجت عليه كتير قبل ما تقرري ان انت ترسمي؟ اه اتفرجت على فيلم الارض، ميس زنزي ورتولي وبابايا ومامتي وراهم لي، فشفته وحبيت شخصيته قوي. خد وقت قد ايه منك الفنان محمود المليجي؟ 5 سنين، فكنت مبسوطة بان انا عملت انجاز في اللوحة وهي طلعت مظبوطة كده. اي حد كان بيدخل كان بيعرف ان ده الفنان محمود المليجي في فيلم الارض بنفس الشكل بنفس الكاركتر اللي كان طالع بيه بالظبط. انا بشكرك، انت جميله ما شاء الله عليكي، وهنفضل متابعينك. واحكي لي عن اللوحه اللي قدامي دي. مركب وده بحر، وانا بحب السكينه قوي، يعني بتدي افكتس حلوه قوي. طب كلميني تختلف ايه لما بترسمي بالسكينه عما بترسمي بالفرشه؟ هي الفرشة بتدي برضو افكتس حلوة، بس السكينة بتخليني اطلع كل بالظبط، بتخليني احط انا اللي انا عايزاه، مش مربوطة بحاجة معينة. ولكن هي هنا اللوحة ما خلصتش، يعني انا لما اشوفها مش هعرف، انا دلوقتي مش عارفة ان انت قصدك انك ترسمي بحر ومركب، لكن بعد ما بتخلص بيبقى كل حاجة باينة. اه انا بشكرك يا حبيبتي، وربنا يكرمك وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ودلوقتي معايا الفنان التشكيلي عمر. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا عمر؟ 16. جيت هنا وانت عندك كام سنه؟ 12. يعني بقى
بقالك 4 سنين في المكان. طب خليني اسالك السؤال المعتاد اللي سالته لكل زمايلك، المكان ده غير فيك ايه؟ او قبل ما تيجي كانت الموهبه بس مجرد ملامح، دلوقتي حاسس انك اختلفت؟ حاسس ان انا كنت روحت كذا مكان قبله، بس حسيت ان الموضوع كان فورمال قوي، فلما جيت حسيت ان دونزي يعني احنا فاميلي في بعض كلنا، ف حسيت ان نظرتي كلها اتغيرت من ناحيه دونزي، غيرت كل حاجه اصلا. اكتشفت امتى اصلا موهبتك في الرسم؟ كنت وانا صغير كانت جدتي كانت بتيجي تقعد عندنا في البيت، فهي اللي كنا بنقعد نرسم مع بعض وكده، بس هي جدتي ما بتعرفش ترسم، فهو كانت عشان تسكتني فكنا بنقعد نرسم وكده. فجاه كبرت شويه لقيت نفسي عايزه اتعلم الحاجه دي، فدخلت يوتيوب وقعدت بقى اتفرج وكده، اتفرجت على فيديوهات عشان تساعد نفسك. ايوه، وبعدين جيت وانا عندي 12 سنه كان شفت الفيديو لدونزي على فيسبوك تقريبا، كان موضوع تشالنج بيني وبين مامتي قوي، ان هو لو جبت درجه في امتحان هي هتجيبني عند دونزي مره، وما جبتش الدرجه، وبعدها كنت عملت تقريبا مش فاكر حاجه بس حاجات كويسه، وبعدين مامتي جابتني بقى، كانت المكافاه انك تيجي هنا. بس المشكله انا قعدت شهر ما لقيتش دونزي، ففضلت مستني شهر بقى لحد ما دونزي جات وكده. اول لوحه رسمتها كانت ايه؟ هي كانت كوره كده، كانت مجسم وكنت طالعه وحشه جدا. ما كنتش لسه طبعا تمكنت من ان انت ترسم حاجه، بس يعني امتى نحط لايت امتى دارك كده. شاركت في معرض 100 سنه سينما؟ رسمت الفنان مين؟ مش فاكر اسمه، ثانية. قديم؟ قديم قوي. عبد الفتاح القصري. عبد الفتاح القصري ده فنان كان عظيم زمان. الرياكشنز بتاعته شوية اللي كانت عجباني قوي، وشنب والديتيلز دي. طبعا كان كل حد بيشوف اللوحة كان بيعرف ان ده الفنان عبد الفتاح القصري. انا فرحانة بيك طبعا وفخورة بيك، وقول لي اللوحة اللي انت بترسمها ايه؟ دي حاجة باظة كده مليانة ورد، يعني عجبتني فكرتها قوي فعملتها. عليك، انا مبسوطه بيك جدا وبتمنى لك كل خير يا رب. واحكي لنا بقى عن المعارض، شاركت ايه المعارض اللي شاركت فيه؟ انا شاركت في 4 معارض، المعرض اللي هو كان اللون الواحد و100 سنه سينما، واول معرض خالص كان للاكاديمي اللي انا كنت دخلته، وكان في معرض تبع سيد صبي دخلته برضو، تبع كان حاجه في سيد صبي دخلناها برضو. مبسوطة بيك واتمنى لك كل التوفيق، واتمنى لك تفضل لحد ما تشارك في اكبر معرض يا رب، وباذن الله زي ما استاذه دونزي قالتني ان احنا خدنا المركز الثاني على العالم في الرسم، مصر كانت متصدره، فانا فخوره بيك وشكرا يا عمر، ميرسي ليك. لما بتكون العيلة فنية ده أكيد بيختلف، وأكيد بيبقى الفن بيجري في دمهم جميع أفراد الأسرة، عشان كده لما حتى السلالة بعد كده والجينات بتبقى غصب عنهم بتبقى متورثة فيهم وجواهم. عشان كده النهاردة أنا معايا حفيدة الفنان الجميل الزعيم عادل إمام. أهلا بيكي. أهلا حضرتك. معايا هالة. حلوة قوي. النهاردة لازم نتكلم لأن أنتي عيلة فنية، كلكم عيلة فنية، فأكيد ده كان مختلف. اكتشفوا إمتى بقى أن أنتي ليكي موهبة الرسم؟ انا كنت برسم كتير قوي وانا صغيره، مره وريت الرسمه لجدتي، فجدتي قالت لمامتي ان انا لازم ان انا اشتغل على الموهبه وان انا يعني انميها وكده، فمامتي بدات تدور وكده، ف يعني روحت كذا اماكن بس ما استريحتش غير في دونزي. يعني انت هنا جيتي وانت عندك كام سنه يا هاله؟ جيت وانا عندي 8 سنين. الله، يعني دلوقتي انت كام سنه؟ 11. بقالك 3 سنين في دونزي، اختلفتي في ايه؟ حاسه اول ما جيتي هنا كنتي ايه ودلوقتي بقيتي ايه؟ يعني اول ما جيت ما كنتش يعني بعرف ارسم كويس قوي، بس بعدين دونزي يعني بدات تقول لنا يعني تقول لي وكده، وبعدين يعني حسنات حسنت اكتر بقيت احسن بكتير. طب جده بيشوف الصور الفنان الجميل عادل امام، بيشوف الحاجات اللي انت بتعمليها؟ اكيد. بيقول لك ايه؟ بتعجبه قوي. لما لقيتي حمزه وهو صغير وعنده 10 سنين لسه، لقيتيه راسم صوره لجده وقد ايه هو طلعه بشكل دقيق بكل تفاصيله، اتبسطتي وحسيتي ايه؟ انا روحت وقلت له ان الرسمه حلوه قوي وروحت وريتها لجده. شاركتي في المعرض 100 سنه سينما؟ انا رسمت سعاد حسني وكده، بس بعدين سافرت فما لحقتش ان انا يعني. انت في سنه كام يا هلا؟ انا في 6 ابتدائي. ما شاء الله، عامله ايه في الدراسه؟ الحمد لله شاطره. الحمد لله. ما تفكرش بقى نمثل وندخل المجال ده، ولا انت عاجبك الفن التشكيلي؟ لا، عاجبني الفن التشكيلي.
يعني لما تكبري عايزه تطلعي ايه؟ عايزه اطلع رسامه. حلوة قوي. انا طبعا فخوره بيكي جدا ومبسوطه جدا، وشفتك من اول ما دخلتي وقد ايه انت بتحبي المكان وبتحبي ميس دونزي وبتحبي كل اللي فيه، بتحبي اصحابك طبعا وبتشجعيهم. ايه اكتر موقف هنا ممكن ما تنساهوش ابدا من ساعه ما جيتي؟ لا مفيش موقف معين، بس كل المواقف بحبها. اصحابك لما بتشوفيهم بيشاركوا في معارض بتحسي ايه او احساسك ايه؟ بحس ان احنا يعني كلنا لما نبقى مع بعض ونرسم مع بعض وكده بنبقى بنطلع الحاجة احلى، عشان بنبقى عاملينها من قلبنا. احنا بنحييكي وبنشكرك، وسلامنا بقى سلام مخصوص جدا للفنان عادل امام. حبيبتي حبيبتي ربنا يخليكي. ازيك يا حمد؟ كويس الحمد لله. انا مبسوطه قوي ان انا معاك النهارده، وعرفت منهم ان انت شاطر وموهوب من وانت صغنن قد كده. جيت هنا وانت عندك كام سنه؟ ست سنين. كنت عارف ترسم وانت صغنن قوي كده؟ لا طبعا ما كنتش عارف، بس بعد ما قعدت مع ميس دونزي بدات تعلمني الرسم والاساس بتاعه، فبدات اعرف ارسم واعمل لوحات واخش المعارض. طب اول لوحه عملتها كان عندك كام سنه؟ لا اول لوحه كنت صغير قوي، ما افتكرش طبعا السن، بس كانت لوحه بداية لسه كنت مبتدئ، فمش بعرف ارسم كويس قوي، بس كنت بحاول على قد ما اقدر. بس كان باين منها ان انت موهبتك حلوه قوي وممكن يطلع منك شغل كويس جدا. لا مش قوي، بس يعني كنت بحاول اعمل احسن حاجه علشان اطلع كل اللي انا نفسي اطلعه في الفن التشكيلي. عرفت ان انت شاركت في معرض 100 سنه سينما ورسمت صوره الفنان من ايه بقى، من الفنانين اللي كل الناس بتحبهم، الزعيم عادل امام. جات لك الفكره ازاي؟ وطبعا انت اكيد من محبي الزعيم عادل امام، بتتفرج على كل شغله؟ اه بتفرج على مثلا شاهد ما شافش حاجه او اعماله بحبها قوي وببسط بيها. لما اتفرجت عليه ركزت فيه قوي ان انت تعمل له ان انت هترسمه، فده كان مختلف عما كنت بتتفرج عليه قبل كده؟ ايوه، واخدت من الكاركتر بتاعه عشان اطلعه بالشكل المرسوم. اه عملته حلو قوي قوي، يعني انت بجد اول ما بنشوفها بنعرف ان ده الزعيم عادل امام. ما شافوها في المعرض وميس دونزي شافتها قالت لك ايه؟ قالت لي حلو وبرافو عليك يا حمزه، وتشتغل اكتر وان شاء الله تخش معرض اكتر باذن الله. طب لما تكبر يا حمزه عايز تبقى فنان وفنان تشكيلي ورسام، ولا عندك اتجاه؟ لا اتجاه الفن التشكيلي. يعني انت عايز تكمل تبقى فنان تشكيلي؟ كل اللي انت عايزه، لان انت حلو جدا. وعايزاك بقى تكلمني عن اللوحه اللي قدامك دي، ايه دي؟ مركب على الشط وورا بحر وفي سما فوق. هي لسه ما كملتش. طب قول لي، انا شايفاك ماسك سكينه، ورهاني كده امسكها. شكلها مختلف عن الفرشه، الفرشه بتدي ديتيلز واضحه قوي، دي ميزتها ان هي بتعمل ديتيلز مش واضحه بس بيبقى شكلها حلو. طب انا لو سالتك يا حمزه وقلت لك حاسس ان الفن غيرك في ايه؟ احساس اكتشاف موهبتك ان انت بتعرف ترسم، ده خلاك مختلف في ايه عن باقي اصحابك؟ ممكن تقول لي؟ خلاني مختلف بان انا كنت زمان بخاف اتكلم اقول اي حاجه قدام الناس، بس دلوقتي بقى عندي شجاعه بتكلم مش خايف من حاجه، وبدات احس بان انا بفكر كرييتيف اكتر، بحب اجيب افكار اكتر، بحب ارسم بطريقه اجدد الحاجات دي. برضو لو هنتكلم عن المكان هنا واصدقائك، انا شايفه ان في علاقه حب بينكم كلكم مع بعض، ده خلاك انت وهم اقرب لبعض، ده حسسك بان الدنيا ممكن لو بالتعاون بتبقى افضل كتير؟ حسنا احنا كلنا اخوات بنشير مع بعض، بستخدم مثلا ادوه مع استلفها ونرجع، كلنا اصحاب يعني، محدش بيضايق التاني، محدش بيزعل من التاني، كلكم عايزين تبقوا احسن حاجه، وكلكم الصور بتاعتكم تدخل مع بعض، وكل حد بيشجع التاني، انا اشجعه اقول له حلو وهو يقول لي حلو، وكل واحد بيشجع التاني. طب قولي، لما حد من اصحابك شاف الزعيم عادل امام قالوا لك ايه؟ في منهم قال حلوه واللي قال جامده جدا وكده، بس انا برضو بقول عليهم حلوين لانهم فعلا في منهم اللي اعلى مني بكتير وفعلا يستحق ان هم يخشوا معرض اكتر مني. حبيبي انا بتمنى لك كل خير، ومبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. مشاهدي برنامج اطفال، ولكن قلنا مع بعض ان احنا هنعمل مسابقات مختلفه، تحديات بين الولاد والبنات،
دايما هنطلع احسن ما عندهم، دايما هنقول ان كل طفل ممكن نفرحه ونبسطه وكمان نعلمه اهميه الرياضه. عشان كده النهارده هنبدا باول تحدي، تحدي مختلف تماما بين فريق البنات وفريق الولاد. لعبه قدم البطه. اللعبه عباره عن لاعبين يقفون على عوامات خشبيه وبيحاولوا بالعمل الجماعي الوصول لخط النهايه في اسرع وقت. اللعبه بتحفز عن العمل الجماعي وبتعمل عن طريق توازن الاطفال. فريق الولاد هو اللي كسب، فرحانين لهم ولا لا؟ طب يلا نسقف لهم جامد. سباق أجولة البطاطا هي لعبة بيتنافس فيها الأطفال عن طريق الوقوف في جوال والقفز حتى الوصول لخط النهاية، والشخص الفايز هو اللي هيوصل أسرع لخط النهاية. اللعبة اخترعت بأمريكا سنة 1967. ولسه مكملين معاكم مسابقات التلي ماتش، ودلوقتي جات الدور على لعبة جامبنج ريس، وهنشوف المسابقة بين أول فرد ياسين ومريم. عايزين نشوف يا ترى مريم اللي هتكسب ياسين ولا ياسين اللي هيكسب مريم. الكرات. سباق يعتمد على العمل الجماعي وازاي كل فريق يقدر يحط عدد اكبر من الكرات في وقت اسرع من الفريق المنافس. كمان لازم المتسابق اللي هينقل الكور ما يوقعش منها. خلينا نشوف مين الفريق اللي التحدي الثالث من مسابقات تيلي ماتش النهارده. عايزين نقول لكم دايما ان احنا هدفنا ان احنا نفرح ولادنا، ودلوقتي احنا معانا لعبه الاوشن بول، هنشوف الاطفال هيعرفوا يكسبوا فيها ولا لا. واول متسابقه هتبقى كنزي و ياسين. يلا نبدا 3 2 1.
الحواجب، دي من أقدم الألعاب اللي موجودة في التاريخ. اللعبة دي بتحدد مين الأسرع والأكتر لياقة ومرونة. ودلوقتي معانا التحدي الرابع، الرانينج. كل حد هيجري في الحواجز دي، واللي هيبقى سريع أكتر هو اللي هيكسب، وهنشوف مين اللي هيكسب، فريق البنات ولا فريق الولاد. يلا 3 2 1. وجينا للمرحلة الأخيرة، السباق اللي هيحدد مصير مين الفايز ومين هيكون خسران. سباق الزحف تحت الحواجز من السباقات اللي ممكن تبلك سهلة، لكن المتسابقين بيكونوا محتاجين قوة عضلية كبيرة عشان يقدروا يوصلوا أسرع. يلا نشوف مين هيكون الكسبان. التحدي الخامس، يلا 3 2 1.